الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدات السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا وقبل كل شيء، سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير الصحة والعافية، متمنيا لكم أن تفضلوا في الصحة والعافية وذويكم كذلك، وسيدنا المنصور بالله والأمة الإسلامية جميعا. أيها الحضور الكريم، يسعدني في البداية أن أرحب بأفراد جاليتنا المقيمة بالخارج الذين أبوا إلا أن يشاركون مراسيم هذا الاحتفال السنوي، متمني لهم مقاما سعيدا في أرض الوطن. وأدعو بهذه المناسبة جميع السيدات والسادة الحاضرين إلى ضرورة التقيد من فضلكم بالإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار جائحة كورونا كوفيد-19، وذلك أن هذا الوباء ما زال موجودا بيننا وأن الأزمة ما زالت مستمرة، وعلينا جميعا مواصلة اليقظة وأخذ الحيضة والحذر. احتفاء باليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج الذي أقره مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في العاشر من غشت من كل سنة، تنظم عمالة إقليم قنيطرة بمشاركة كافة المصالح المركزة والشركاء من القطاع شبه العمومي والخاص. هذا اللقاء التواصلي الذي يشكل مناسبة لاستعراض إنجازات وتطوعات المغاربة المقيمين بالخارج وتسليط الضوء على مساهمتهم القيمة في مختلف أوراش التنموية لوطنهم والاطلاع على احتياجاتهم وفتح قنوات التواصل بينهم وبين مختلف المصالح والمؤسسات. المدام كيساني السعدية، موظف محافظة القنيطرة، ممثل المحافظة في هذا اليوم العالمي، اليوم الوطني للجالية المغربية، اللي كنرحبوا بهم وكنتمنوا لهم ان شاء الله واحد سيجور يكون زوين هنا في قنيطرة، وكنساعدوهم في المشاريع ديالهم وكنساعدوهم في يقضيوا المشاغل ديالهم في المحافظة العقارية، وكنقدموا لهم جميع المساعدات وجميع كنفتحوا معاهم مواضيع جديدة وكنعطيوهم المعلومات اللي بغاوهم وكنعطيوهم لي سيرفيس جداد، بحال مثلا المحافظه القنيطره والمحافظه على الصعيد المغربي كتعطي بزاف ديال الخدمات عبر البوابه الانترنت، كتساعدهم في شواهد وكتساعدهم في تقديم الطلبات ديالهم عبر البوابه الالكترونيه. وكنتمنوا لهم ان شاء الله يدوزوا نهار عطله سعيده والله يهز علينا هذا الوباء ونرجعوا ان شاء الله للطبيعه ديالنا. السلام عليكم، انا فاطمه الزكراوي من مدينه سيدي سليمان وكنقطن في فرنسا قريبه لتولون، وجيت البارح للعماله على واحد المشكل عندي في مولاي بوسلام، واحد الدار عندي مشكل مع جاري اللي بنا بيت وما بغاش يهدمو كيخبي عليا الشوفه ديال البحر، والبارح مني جيت قالوا لي تجي اليوم، وجيت حضرت في هذا اليوم السعيد، لقيت واحد الترحيب واحد الاستقبال زوين من طرف كل جميع الاطر، وحصل لي الشرف انني حضرت على هذا الخطاب ديال العامي اللي زوين وكيرحب بجميع المغاربه القاطنين بخارج المغرب، وكيطلب من جميع الاطر بيحقوا لهم الطلبات ديالهم وباش ما يتعذبوش، ويعني الكلام اللي قال عجبني بزاف ودخل لي لقلبي. ومن كان واحد الكويزيره تاعي اللي شاركنا والكاطو، وتوجهت انا بكل جرأة توجهت للعامل وطلبت منه وتوتسويت بلطافة وبوضع واحد التواضع طلب من مسؤول من مولاي بوسلام رئيس دائرة، وهضر معاه وغدا ان شاء الله عندي رونديفو في مولاي بوسلام مع رئيس دائرة باش يتحلي المشكل ديالي ان شاء الله، لانني انا معذبة هذه تقريبا شي 10 سنين لهذا المشكل. بسم الله الرحمن الرحيم، هونك ابو جمعة مدينة ميلوز بفرنسا، مقيم في الخارج، وفي هذا الحفل اللي شناه في مدينة القنيطرة، وكنا نشكروا عامل مدينة القنيطرة والسلطة المحلية اللي حاضرة في هذا الوقت، والله يحيد عنا هذا الوباء هذا ديال هذا اللي سميتو. وحنا كنمشي كل نهار كنشوفوا العمال الناس اللي هما في سبيطار الغابه، وكنشوفوا الدراري اللي بالخارج، كنحاولوا نشوفوا كنحاول نعاونهم اللي في استطاعتنا، وكنتمنوا الله باش هذا الشيء هذا يحيد هذا النقل اللي كاين في مدينه القنيطره اللي راه نقل خطير،
وجاب الله اللي ما دخلوش الدراري، جاب الله اللي ما دخلوش ولاد الدراري اللي الخارج بالسيارات كرة ما عند القنيطريين فين يتحركوا. كنشكروا جلالة الملك اللي حلنا هاد سميتو، الله ينصرو ويزيدو ويزيد ديام مدينة، وكنشكر السلطة المحلية مدينة القنيطرة. ولكن هاد الطوبيسات ها راه خطيرة 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 خطيرة، وكنتمنوا الله باش تحيدوا هادشي. ومع الاسف كون دخلوا الدراري كون دخلوا الناس بزاف الخارج بالسيارات رحنا وحنا، وكنتمنى الله الله يكمل على جميع المسلمين كفى اجمعين. والسلام عليكم. اولا السلام عليكم، نهار كبير هذا اللي حضرنا لهذا الحفل هذا، و والله يطول في عمر سيدنا والله يخليه لنا. وسمعنا الخطاب ديالو فرحنا بالخطاب، والخطاب اللي دار هذا النهار هذا نتاع العميل تاع العميل، ونطلبوا ان شاء الله التوفيق ويكون هذا الشيء عنده اجابه، والمطالب ديالنا اللي كنطلبوها ان شاء الله تحقق، وبغينا ان شاء الله نزيدوا لقدام. وحنايا رحنا ناويين غير الخير للبلاد ديالنا، وجينا باش نديروا مشروع هنايا في بلادنا الولد ديالي، وما عندناش واحد الوقت اللي غنبقاو طالعين هابطين على 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 الوراق وعلى داك الشيء. بغينا يسهلوا علينا ويعاونونا وباش ما نلقاوش شي صعوبات ولا هذا، لاننا حنايا مقيمين مده 47 سنه بفرنسا، وبغينا نديروا هذا الشيء في بلادنا، ونطلبوا الله يوفقنا ويوفق الجميع، والله يطول في عمر سيدنا والله يخليه لينا. ونطلبوا ان شاء الله هذا الخطاب راه عجبنا وفرحنا به، وبغينا ان شاء الله يطبق وتكون شي اجابه ان شاء الله على هذا الشيء هذا. هو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريده العالم 24.